تحياتي وصباح الخير على حضراتكم في هذه التغطية والمتابعة المستمرة معكم من الآن لرصد كل ما هو جديد على الساحة الدولية والعربية والمحلية. أكد دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن موقف مصر منذ بدء النقاش حول المفاوضات المتعلقة بمستقبل اتفاقية المشاركة بين أفريقيا والكاريبي والمحيط الهادئ ركز دوما على تقريب وجهات النظر بين جميع الدول الإفريقية للتحدث بصوت واحد مع الشريك الأوروبي، وكذلك التأكيد على أهمية الحفاظ على مكتسبات وخصوصية وآليات كل إقليم في إطار تلك الشراكة مع الطرف الأوروبي، وعلى وجه الخصوص إقليم الشمال والذي تربطه علاقة خاصة وتاريخية مع أوروبا. جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها رئيس الوزراء اليوم حول المشاركة بين الاتحاد الأوروبي وأفريقيا والكاريبي والمحيط الهادئ على هامش مشاركته في أعمال الدورة الاستثنائية 11 لمؤتمر قمة رؤساء الدول والحكومات للاتحاد الأفريقي نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي والذي يعقد في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا. دعونا نتعرف على مزيد من التفاصيل أكثر حول هذا الأمر. يحدثنا هاتفيا من أديس أبابا سيادة المستشار نادر سعد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء. سيادة المستشار تحياتي لحضرتك في البداية. تحياتي لحضرتك أستاذة آية وكل السادة المشاهدين. مزيد من التفاصيل معك الآن، تفضل. اليوم الثاني للقمة الاستثنائية للاتحاد الأفريقي يزال يعني مستمرا اليوم. بدأ كما تفضلت حضرتك المداخلة الخاصة برئيس الوزراء حول علاقة الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي في إطار الشراكة بين الاتحادين، لكن أهم وأبرز ما تم اليوم خلال القمة أو على هامش القمة هو اللقاء الذي انتهى منذ ساعة بين رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي ورئيس الوزراء الأثيوبي أبي أحمد، وهو كان لقاء مهما للغاية تم خلاله التشاور حول العلاقات الاستثنائية بين الجانبين. رئيس الوزراء الأثيوبي استهل اللقاء بالإشادة بحكمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ويعني بعد نظره سواء فيما يتعلق بالتنمية في مصر أو ما يتعلق باهتمام السيد الرئيس بالانتماء الأفريقي لمصر. كما تعلمين السيد الرئيس حريص كل الحرص على حضور اجتماعات القمم الأفريقية، وإذا يعني طرأ ظرف يحول دون حضور سيادته فهو يكلف دوما رئيس الوزراء حرصا على أن تكون مصر ممثلة على أعلى مستوى في تلك الاجتماعات. فهذا كان محل إشادة من جانب رئيس الوزراء الأثيوبي خلال اللقاء اليوم. من جانبه الدكتور مصطفى مدبولي أكد خلال اللقاء على أن مصر حريصة على رفع مستوى العلاقات بين مصر وأثيوبيا إلى مستوى الشراكة المتكاملة بما يحقق يعني صالح الشعبين، وأكد أيضا على أن مصر مستعدة لنقل خبراتها في مجال إنشاء المدن وتطوير الطرق، وهذه مجالات تتمتع فيها مصر بخبرات كبيرة، والجانب الاثيوبي يحتاج هذه الخبرات في ضوء يعني خطط التنميه التي يتبناها رئيس الوزراء الاثيوبي. رئيس الوزراء الاثيوبي فيما يتعلق بسد النهضه والمفاوضات اكد التزام بلاده بمتابعه واستكمال المحادثات الفنيه بين الجانبين، وايضا يعني بما يحقق التفاهمات التي تم الاتفاق عليها في عام 2015. هل يعني تم الاتفاق على لقاء مرتقب ما بين الجانب المصري والاثيوبي في الفتره القادمه ايضا؟ لا، ليس هناك شيء محدد، لكن قد يحدث في المستقبل. يعني العلاقات بين مصر واثيوبيا يعني تسير وفق وتيره يعني ايجابيه، قد يحدث ان يطلب احد الجانبين او يقترح احد الجانبين عقد لقاء خلال الفتره القادمه، سواء لقاء ثنائي منفرد او على هامش احدى الاجتماعات الافريقيه كما حدث اليوم. يعني هذا شيء وارد. على هامش هذا أو هذه القمة تحديدا، يعني سيادة المستشار، هل هناك بعض اللقاءات التي ينوي رئيس الوزراء أن يقوم بها مع أحد الزعماء الأفارقة في إطار هذه القمة تحديدا؟ يعني حتى الآن ليس هناك شيء محدد على جدول رئيس الوزراء، لأنك كما تعلمين القمة لمدة يومين فقط وأجندة العمل يعني مليئة بالموضوعات الإصلاحية التي يتعين على القادة مناقشتها حتى يتم الانتهاء منها وإقرارها. يعني بنود الإصلاح الكثيرة للغاية. الاتحاد الأفريقي تم إنشاؤه سنة 2002، نحن الآن في 2018، 16 عاما لم يحدث يعني إصلاح
حقيقي بالمعنى المفهوم كما كما يحدث الآن في هذه القمة. يعني جدول ارتباطات الزعماء الأفارقة الحاضرين للقمة يعني مليء للغاية، ويعني بالكاد يكاد يكون لديهم أي وقت لعقد لقاءات ثنائية. رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي في العام القادم تحديدا سيادة المستشار، هل يعني فرقت كثيرا في مشاركة مصر هذا العام تحديدا في هذه القمة لتناول الشراكة ما بين الاتحاد الأفريقي وكذلك الأوروبي؟ بالطبع هذا ما لمسناه وسمعناه من كل الوفود الأفريقية، كل الوفود تتطلع لرئاسة مصر العام القادم. هم يعلمون ثقل وحجم مصر في القارة الأفريقية، وخاصة أن مصر لم تتولى رئاسة الاتحاد منذ 25 عاما. الكل هنا يتطلع للاستفادة من خبرات مصر، خاصة كما ذكرت حضرتك فيما يخص العلاقة بالاتحاد الأوروبي. مصر كان لها تجربة ثرية مع الاتحاد الأوروبي في مفاوضات الشراكة، الآن نحن في مفاوضات شراكة مختلفة نوعا ما، هي هذه المرة ما بين الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي. بالقطع عندما تقود مصر هذه المفاوضات العام القادم بحكم رئاساتها للاتحاد الأفريقي، سيكون هناك قيمة مضافة كبيرة جدا للقارة الأفريقية، لأن مصر يعني ستستفيد من خبراتها السابقة مع الاتحاد الأوروبي لتكريسها في خدمة القارة الأفريقية. فالكل هنا يتطلع لرئاسة مصر، الكل هنا يعني هناك الكثير والكثير من الآمال معقودة على أن يشهد العام القادم دفعة قوية جدا للعمل الأفريقي المشترك في ظل ما سوف تقدمه مصر من أفكار وما ستقوم به من دور ريادي في قيادة العمل الأفريقي. سيادة المستشار نادر سعد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء حدثتنا هاتفيا من أديس أبابا، أنا بشكرك شكرا جزيلا على هذه التفاصيل والمشاركة.